عزيزي المشاهد، اهلا بيك في حلقه جديده من برنامجنا فاحصين الكتب، برنامج دراسه الكتاب المقدس. حاليا احنا بندرس في رساله العبرانيين، وكنا انتهينا من 9 صحات الاولى، وبنعمه ربنا هنبتدي هذه الحلقه في اصحاح 10. اذكر حضرتك انه افضل طريقه تتابعنا بيها ان كتابك المقدس الشخصي يكون قريب منك، وانه لو امكن كمان تاخد بعض الملاحظات للفائده. في البدايه اسمح لي ارحب بضيوفنا في الاستوديو. اخي يوسف رياض اهلا بيك. أهلا. اخ محمد نسان اهلا بيك. اهلا وسهلا. اخ ايمن يوسف اهلا بيك. اخي يوسف، وصلنا الى اصحاح جديد، يبقى لازم نقسمه. حقيقة الاصحاح ده يعني كمان بيقسم بين قسمين رئيسيين في رسالة العبرانيين، يعني لغايه عدد 18 سيكتمل شرح الحق، وبدءا من عدد 19 سيتقدم بالتحريضات. اقدر اقول ان من عدد 1 ل 18 منلاقي في تقديم الحق المبارك بخصوص الذبيحة الجديدة والكاهن الجديد ونتائج هذه الذبيحة في ثلاثية رائعة مذكورة من عدد 1 ل 18. تطبيق على هذا الحق نجد في تحريضات ثلاثية في الأعداد من عدد 19 لغاية عدد 25، ثم من عدد 26 لغاية عدد 31 هنلاقي الفقرة الاعتراضية الرابعة. احنا كنا قلنا ان في 5 فقرات اعتراضية تحذيرية مقدمة للمرتدين، هنا سنجد الفقرة الرابعة في عدد 26 لغاية 31، وبعدما تكلم بالتحذير للأردياء تكلم بالتشجيع للأمناء، شجعهم على مزيد من الإيمان والأنات، الإيمان والصبر. يبقى ده تقسيمة الأصحاح من 1 ل 18 بركات ثلاثية نتيجة الذبيحة الواحدة الجديدة والطريق الجديد، ثم تحريضات ثلاثية، ثم تحذيرات ثلاثية، وأخيرا تشجيع للأمناء على الإيمان والصبر. لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون، وإلا أفما زالت تقدم؟ من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، لكن فيها كل سنة ذكر خطايا، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. إذن نبتدي في أصحاحنا، وأرجو برضو أخي يوسف تدينا فكرة عن الأعداد الأربعة الأولى. عدد 1، لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة، مرت علينا كلمة الخيرات العتيدة على اعتبار أن المسيحية الأفضل لم يأتي بعد. احنا الآن احنا في خير نشكره من أجله، لكن كمال البركة والتمتع سيأتي في المستقبل، لذلك يسميها الخيرات العتيدة. الناموس له ظل هذه الخيرات، واحنا عرفنا أنه مجرد الظل لا يعني ولا يمثل أي شيء، فمن يرتعب من من يجرح من ظل السيف، ومن يرتعب من ظل الأسد، لكنه مجرد ظل لكن مش نفس صورة الأشياء. وفي الحقيقة أرجع وأكرر ما قلته قبل كده وحقوله تاني وحظل أحذر منه، أنه إذا كانت اليهودية ظل للخيرات العتيدة، فإن المسيحية التي نسجت على غرار اليهودية هي ليست ظل، إنها ظل للظل، أو بالحري هي وهم، هي لا شيء على الإطلاق، وهذا هو أمر في منتهى الخطورة. بيقول لنا كده: لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون. ما زال مشغول بيوم الكفارة، وعشان كده بيقول لنا الذبائح اللي بتقدم كل سنة. هو قبل كده قال إن الناموس لم يكمل شيئا،
لكن هنا بيضيف شيئا آخر، فبيقول لا يقدر أبدا بنفس الذبائح أن يكمل الذين يتقدمون. وبعدين كلام اعتراضي يقول وإلا أفما زالت تقدم، أو في ترجمات أخرى وإلا أفما كان تقديمها قد توقف، من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا. الخادمين أو الساجدين وهم مطهرون مرة، ويقصد كده مرة وإلى الأبد، ده امتياز العهد الجديد، لا يكون لهم أيضا ضمير خطأ، لا يكون لهم فيما بعد ضمير يشتكي، لأننا عرفنا أن الله رضي علينا، وعرفنا أن الذنب رفع من علينا، إذن إحنا في كمال الثقة، مش على أساس عمل إحنا عملناه، لكن على أساس عمل المسيح لأجلنا. يقول كده لكن فيها كل سنة ذكر خطية، ثم ده ذبائح يوم الكفارة، لأنه كلام مختصر مقتضب وقاطع، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس ما كانت تقدم في يوم الكفارة العظيم لا تقدر أبدا أنها ترفع خطايا. ده الجزء اللي بيتكلم عنه الرسول في هذا الجزء. يعني إذا اعتبرنا أن في نقطة رئيسية هنا جوهرية، أقدر أقول أن هدف كل إنسان أنه يحصل على الضمير المطهر، أمنية أي واحد أنه لا يشعر بالذنب أو الخوف من مواجهة الله الديان اللي حيطلبه وحيقتص من خطاياه اللي فعلها في حياته من أي خلفية. فأمنية أي إنسان أنه يكون عنده الضمير المطهر ده، وكانت عند اليهودي كده أقصى أمانيه أنه يبقى يخلو من الشعور بالذنب أو الخوف والفزع من الدينونة. وهنا بيقول له أنه أعظم ما يمكن أن يقدم لا يكفي، أعظم ما يمكن أن يفعله اليهودي هو أن يقدم الذبائح. وهنا يتكلم عن دم ثيران وتيوس، يعني أفخم وأقيم الذبائح لا تكفي. لكن أنا بتفق مع الأخ يوسف في نقطة، أنه ما أخطر أن المسيحيين النهاردة ما يتعلموش الدرس ده، زي ما قال أنه الكلام عن الذبائح في الناموس أنها ظل الخيرات العتيدة. يقول الرسول بولس في رسالة كولوسي عدد 17 من الأصحاح الثاني، يقول عن حاجة التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح، يعني أما الحقيقة ذاتها متعلقة بشخص المسيح. إيه بقى اللي هو بيقول التي هي ظل الأمور العتيدة؟ اللي نقدر نقول إنها موازية للذبائح اللي كان اليهودي حاطط أمل ورجاه فيها. يقول في عدد 16، لا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت. الحاجات اللي كانت في الناموس مش غلط، لأن هنا بيقول إنها ظل الأمور العتيدة، كانت في وقتها مش غلط. لكن كون إن واحد مسيح النهاردة يعتمد على الممارسات الدينية أو الأنشطة الدينية حتى لو كان بيتعلمها، هنا بيقول لا يحكم عليكم أحد، أيا كان الشخص ده، أيا كان مركزه، أيا كان اسمه، إذا لم يكتفي الشخص بكفاية ذبيحة المسيح وعمل المسيح على الصليب من أجله، أي عمل تاني، أي نشاط ديني آخر لا يمكن أبدا أن يمنحه الضمير المطهر، أنه يشعر براحة الضمير، لكن حيقعد على طول الضمير مشتكي وخايف وفازع من الدينون الأبدية. عدد 3، لكن فيها كل سنة ذكر خطأ، زي ما فهمنا ده بيتكلم عن يوم الكفارة. طيب احنا فهمنا ان دم ثيران وتيوس لا يمكن ان يرفع خطايا، السؤال التلقائي الطبيعي، طب ربنا طلب بها ليه؟ هنا بيقول لنا الإجابة، هل كان لها هدف؟ نعم، فيها كل سنة ذكر خطايا، يعني الله في العهد القديم كان عايز يصور المشكلة مش يحلها، يبرزها أمام القلب والضمير، في مشكلة، ما تتجاهلش وتقول لا ما فيش مشكلة، لا في مشكلة، أنت محتاج كفارة، لكن دي ما كفرتش. وهذا الذكر السنوي أوجد أو كان المفروض أن يوجد شوق حقيقي
للعلاج الحقيقي اللي هو مجيء المسيح. يعني المسيح هو اللي قدر يرفع الخطية، يبطل الخطية بذبيحة نفسه. كان العهد القديم مجرد مشوق، كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح، لكن بعد ما جاء المسيح لسنا بعد تحت مؤدب. أنا عرفت إن مفيش علاج غير في المسيح، فأنا مش محتاج واحد يفكرني كل سنة بإن الخطية وحشة ما نعرفها. لكن هم كانوا محتاجين أمام الضمير يوضع كل سنة ذكر خطايا. كاتب العبرانيين هنا زي المعلم الشاطر بيعيد على مسامع من يعلمهم الحق والتعليم مرة ومرات، وفي كل مناسبة لا يهمل أنه يعقد مفارقة بين كل ما هو قديم وبين كفاية ذبيحة المسيح للفداء الأبدي وللتطهير. هنا يقول لهم مطهرون مرة لكن فيها الكفاية، مرة ويدوم تأثيرها إلى الأبد ويضمن تأثيرها الوجود في حضرة الله إلى الأبد. لماذا كان يعيد؟ لأنه قال لهم في أصح 5 إذ قد صرتم متباطئ المسامع. نعم. فما فيش بالنسبة لمتباطئ المسامع من وسيلة للتعليم غير أني أعيد الدرس مرة ومرة ومرة. وأعتقد أن المعلم الأعظم المسيح كان يفعل ذلك. نعم. فكثيرا ما كرر الدرس حتى بعد القيامة، قال للتلميذين بتوع عمواس: أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان، بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ عاد من جديد من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. أكيد هو كان شرح لهم قبل كده، لكن مرة تاني المعلم الشاطر لا يمل عندما يجد أن التلاميذ متباطئ المسامع أن يعيد الدرس مرة ومرة ومرة. الذبائح المتكررة والذبيحة الكاملة. المفارقة بين ذبائح العهد القديم وذبيحة المسيح كبيرة للغاية. فأولاً، ذبائح العهد القديم لم تقدم نفسها بإرادتها، بل لم تكن عاقلة على الإطلاق. وأما المسيح فإنه بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. وثانياً، ذبائح العهد القديم كانت متكررة، وأما ذبيحة المسيح فهي مرة واحدة لا تتكرر. وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله، لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. ثم ثالثاً، ذبائح العهد القديم كانت ذبائح رمزية، أما ذبيحة المسيح فهي مؤثرة وفاعلة، ذلك لأن الدم الذي سفك في الجلجثة لم يكن دم حيوانات بل دم ربنا يسوع المسيح ابن الله. لقد عجزت كل ذبائح التدبير اللاوي عن إشباع مطالب الله وإرادته في أن يحيط به شعب بفرح، كما ظهر عجزها عن تسديد حاجة الإنسان تكميلاً وتطهيراً. ومع أن هذه الذبائح على اختلاف نوعياتها معينة ومفروضة من الله، غير أنها ما كانت تمنح سوى راحة وقتية، فكل خطية تعمل كانت تستلزم ذبيحة أخرى. فإذا كانت الذبائح تمنح ضميراً مطهراً، فما كان لزوم تكرارها؟ فدماء الثيران والتيوس لا تقدر أن ترفع الخطايا. وبعدما تبرهن عجز الذبائح تقدم المسيح بنفسه، لا ليعطي ذبيحة أخرى من هذه الخليقة، بل ليقدم ذاته الكريمة ذبيحة تسر قلب الله وتتمم مشيئته، ذبيحة لا تحتاج إلى إضافة أو تكرار. لذلك عند دخوله إلى العالم يقول:
ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. ثم قلت: ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبت الثاني. أخ أيمن، انقلنا كده الجو الأعداد من 5 إلى 9 في هذا الأصحاح، أصحاح 10. عدد 5 يبدأ بالكلمة دي: لذلك. وعايز أقول زي ما حضراتكم أشرتم عن كاتب العبرانيين إنه معلم شاطر، عايز أقول إنه باحث مقتدر كمان. يحط فرضيات ويمشي مع العبرانيين في إثبات الفرضية دي إذا كانت صحيحة ولا لا، ويوصل معهم لنتيجة. تلاقي أكتر من أصحاح يبدأ بلأنه، وأصحاحات تبدأ بلذلك. الكلام متصل بأسلوب راقي ومنطقي، عايز يوصل للفكرة الرئيسية بحكمة من الروح القدس يقنعهم بيها بغرض الرسالة، وهو عظمة المسيح وكفاية المسيح اللي بيها قبضة إيديهم تنفك عن النظام اليهودي تماما ويكتفوا بشخص المسيح. هنا يختم الجزء الأول بلأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. وأنا بتصور اللي ماشي معاه في الفرضية دي يقول: طب ونعمل إيه؟ طب والحل في إيه؟ إيه اللي ممكن يتعمل؟ يقول: لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا. هنا لذلك بيتكلم بعدها عن شخص المسيح اللي فيه الحل، اتكلم عن تجسده عند دخوله إلى العالم، دخوله بالتجسد. وتعبير دخوله إلى العالم ده يأكد لنا أنه مش من العالم، ده ما طلعش من العالم، ما نباتش من العالم، لكن ده جه من بره، دخل إلى العالم وخرج بعد كده من العالم. يعني في أصحاح 1 يقول لنا أنه متى أدخل البكر إلى العالم، صحيح توقيتها الزمني يلي المذكورة في أصحاحنا. هنا مقصود بيها التجسد. يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. ثم قلت: ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. اسمح لي أكمل الفقرة الآخر. إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبت الثاني. أنا قصدت أراها عشان نلتفت لنقطة مهمة، إنه إحنا قدام حوار. يقول: قال ثم قلت. مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم في الحوار ده؟ الله اللي بيتكلم. إحنا في مشهد بنشوف فيه أو بنسمع فيه الله يتكلم في حوار إلهي. أقانيم اللاهوت هي طرفي الحوار، والروح القدس اللي كان موجود في هذا المجلس، لو جاز أشبهه بمجلس الله، الروح القدس كان موجود عشان يسجل لينا الحوار ده. إيه موضوعه الرئيسي؟ نفس لو جاز أقول نفس المشكلة اللي انتهت بيها الفقرة الأولى. الإنسان حاله ما يسرش الله، الإنسان ساقط وتعيس وبائس وعنده ضمير خطايا. كمان الذبائح ما عندهاش الإمكانية أنها تحقق الغرض، لم ترفع الخطايا. وهنا الابن بيقدم للآب علاج، أو بيقدم له اقتراح، يقول له: أنا عارف مشاعرك، أنا عارف قلبك، أنا عارف أن أنت مش مبسوط من حالة الإنسان، ولا عارفك راضي بالذبيحة اللي ما أدتش الغرض، أو الذبائح اللي ما حققتش الغرض، لكن أنا مستعد، أنا مستعد أدخل إلى العالم، مستعد أنزل وأدخل إلى العالم في الزمان
وأكون أنا الإنسان اللي يجلب ليك السرور، وأكون أنا الذبيحة الكافية اللي تسدد مطالب العدل الإلهي، اللي ترد مجدك اللي اتسلب، الإهانة اللي حصلتها بسبب سقوط الإنسان، وكمان تستر، لا مش بس تستر، ترفع الخطية، تحصل غفران أبدي للجنس البشري. وده الموضوع الرئيسي للجزء ده اللي نقدر نسميه الحوار الإلهي، أيا كان توقيته، في الأزل أو عند التجسد. طب بالنسبة للرب مفيش مشكلة عنده، لأنه معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. خلاصة الجزء ده اللي جه في عدد 9، ينزع الأول لكي يثبت الثاني. إيه الأول وإيه الثاني؟ الأول هو الناموس بكل ذبائحه ومحرقاته وكهنته، كل النظام وناموسه كله. النظام الأول بكل مشتملاته ينزعه لكي يثبت الثاني اللي قال عنه بهذه المشيئة نحن مقدسون مشيئة الله. الأول كان بيتلخص في عدد 5، ذبيحة، قربان، محرقات، ذبائح للخطية. احنا عارفين ان في سفر اللاويين بيبتدي بذكر 4 ذبائح وقربان الدقيق، وده المذكورين هنا. فبيقول بذبيحة يقصد السلامة، وقربان اللي هو قربان الدقيق، عدد 6 بمحرقات اللي هي المحرقة، وذبائح للخطية اللي هي ذبيحة الخطية والإثم وذبيحة الإثم. ده كل اللي بيتقدم، بس يقول عنها حاجة لم تصر، ويرجع مرة تاني في عدد 8 يقول لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. طب ايه البديل اللي جه؟ ثم قلت، ودي الآية دي بتعجبني لأنها بتتكلم عن 3 أهم حاجات، إنجاز لي أن أسميها 3 أهم أمور في كل الكتاب، هي ثم قلت هأنذا أجيء بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك. أول حاجة إنجاز أن أسميها شخص المسيح، هأنذا أجيء شخص المسيح. حاجة تانية في درج الكتاب، كتاب الله. يبقى الله عنده شخص واحد، نعم، وعنده كتاب واحد، فضل حاجة تالتة، وعنده عمل واحد اللي هو عمل الصليب. احنا لو معرفناش في دنيتنا غير كتاب الله وابن الله والصليب حمل الله، نبقى احنا فعلا استفدنا واخدنا كل اللي احنا محتاجين اليه. من بداية القول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا، نلاحظ انها مقتبسة من مزمور 40. لكن في مزمور 40 يقول فتحت أذني فتحت، وهنا الرسول كاتب العبرانيين فسر كلمة أذني فتحت بأن الله هيأ له جسدا. لكن الحقيقة المعنيين في منتهى الروعة ومنتهى الجمال. فالابن الأزلي كانت أذناه مفتوحة لمصرة الله ولمشيئة الله، لكن كيف هيأ الله للمسيح المتجسد جسدا؟ يقول الملاك للعذراء مريم الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، لذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. على أن تجسد ابن الله لم يهيئ له فقط جسدا، بل أتى المسيح إنسانا حقيقيا كاملا، بمعنى أن له روح إنسانية ونفس إنسانية وجسد إنساني. برضو الفرق ما بين الأصل والاقتباس جميل. البعض قال إن في العهد القديم فكرة التجسد ما كانتش واضحة، لذلك لم يذكر في مزمور 40 موضوع هيأت لي جسدا، نعم، لكن أذني فتحت. فكان الابن يتلقى في الأزل الأمر بالذهاب، وكان يقول هأنذا أرسلني، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ إجابة الابن في الأزل أنه بسرور مستعد أن يفعل ذلك، نعم. لكن عند دخوله إلى العالم مش بيقول له أذني فتحت، لكن هيأت لي جسدا لكي أتمم اللي احنا اتفقنا عليه في المقاصد الأزلية، أن أقدم هذا الجسد، فأنت هيأت لي جسدا. حضرتك قلت أنه له روح ونفس وجسد،
لكن كأن هنا بيركز على الجسد الذي سوف يبذله من أجل حياة العالم، سوف يقدمه على عود الصليب لكي يكفر ويفدي. وبالنسبة للعبرانيين اللي عندهم دراية بالكتاب المقدس بالعهد القديم، يعرفوا كمان أبعاد التعبير ده. فتحت أذني من جزئين تانيين في العهد القديم، من إشعياء 50 يعرفوا أن التعبير ده فتح الأذنين بيشير إلى الطاعة، وفي خروج 21 لما بيكلمنا عن ثقب الأذن يكلمنا عن المحبة التي تكرس وتبذل حتى الموت، لأنه بنشوف الدم. وحلوة الصورتين مع بعض، فتح الأذن، فتح الأذنين وثقب الأذن، نشوف فيهم المحبة، الطاعة والمحبة والتكريس حتى الموت. ودول اللي بيلخصوا لنا غرض التجسد اللي هنا يقتبسه في الترجمة السبعينية، يقول هيأت لي جسدا، هو نفسه الروح القدس اللي أوحى بمزمور 40، هو نفسه اللي أوحى بصياغة النص بنفس الصورة دي في رسالة العبرانيين. البعض كمان ربط ما بين الشواهد الثلاثة اللي أشرت إليها. مزمور 40 يأخذنا إلى الأزل عندما تلقى الأمر أذني فتحت. إشعياء 50 ينقلنا إلى الزمان يوقظ كل صباح أذني لأسمع كالمتعلمين. خروج 21 يأخذنا إلى الأبدية عندما سنرى في الأبدية، باعتبارنا إحنا زوجته وباعتبارنا إحنا أولاده، سنرى آثار المحبة التي جعلته لا يخرج حرا لكن يمضي إلى الباب وتثقب أذنه بالمثقب. يعني مزمور 40 الأزل، خروج 21 الأبد، وإشعياء 50 ملء الزمان. كل يوم كان يطيع حتى قال له الآب امضي إلى الصليب فأطاع. المسيح ومشيئة الله. ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. ثم قال ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. هذه الآيات مقتبسة من الآيات السادسة إلى الثامنة من المزمور 40، وتحدثنا عن الرب يسوع كمن جاء في الجسد ليتمم المشيئة الإلهية. ولكن ترى ما هي هذه المشيئة الإلهية؟ يقول الرب يسوع المسيح: لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئاً بل أقيمه في اليوم الأخير، لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إذن لقد أتى المسيح ومات فوق الصليب لتكون لنا نحن الأموات الحياة الأبدية. والآيات موضوعنا تعلن أن الجسد الذي تهيأ للرب يسوع بطريقة معجزية كان بقصد إتمام مشيئة الله، لا عن طريق الطاعة التي لازمته كل أيام جسده بل الطاعة التي قادته للموت. فإذ أخلى نفسه من هالة المجد وأخذ صورة عبد، فبهذه الصورة أطاع حتى الموت، موت الصليب. فالصليب هو أسمى مراحل الطاعة لله، كما أن الصليب هو ذروة الآلام في سبيل التمتع بالسرور الموضوع أمامه، بالإضافة إلى أنه الوسيلة التي بها جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم ظافراً بهم. وهكذا نرى أن إتمام المسيح لمشيئة الله اقتضى أن يقدم جسده الكريم الذي كونه الروح القدس مرة واحدة، محتملاً فيه لا إهانات البشر فقط بل اختراط سيف العدالة في أحشائه. وشكراً لإلهنا من أجل مشيئته من نحونا، حتى لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة.
أخنا حامية، عايزين نقف عند عدد 10 وتدينا فكرة عن محتوى. كان بيتكلم في الفقرة اللي قبل كده عن مشيئة الله، ويرجع يقول هنا فبهذه المشيئة نحن مقدسون. والحقيقة كم هي مشيئة صالحة جدا، وكم هي مشيئة نعمة وجود، تلك التي قصدها الله في نفسه منذ الأزل. إيه مشيئته؟ قال لنا في عبرانيين 2، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، الله يعني، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. كانت مشيئة الله أن يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد، مش بعبيد ولو إنهم مغفور الخطايا ومعتقين وغيره، لا، إن نعمة الله لا تكتفي بهذا، لكن عايز أبناء، وعايز الأبناء دول مش بس يعتقهم من جهنم، لا، مش بس يعتقهم من الدينونة، لا، ده عايز يدعيهم إلى مجد الأبدي. طيب كيف يتمم الله هذه المشيئة؟ يكمل رئيس خلاصهم بالألم، لكن مش مجرد أبناء برضو. يقول لنا في رومية 8:28-29، قصد الله، فإن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. عينهم ليه؟ علشان يكونوا إيه؟ ليكونوا مشابهين صورة ابنه. وما الغرض؟ ما محور مشيئة الله؟ ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. فالله عايز ابنه يتمجد، الله عايز ابنه يتعظم. يعمل إيه؟ يجيب له ناس ويخليهم على شاكلته علشان يتمجد وسطيهم. لكن الناس دول يجيبهم منين؟ يجيبهم من تراب الأرض، اللي مكتوب عنهم إنهم ليس بار ليس ولا واحد، ويعمل لهم الخلاص العظيم اللي قرينا عنه قبل كده، خلاصا هذا مقداره. هذه هي مشيئة الله التي أتى المسيح لكي ما يكملها. فبهذه المشيئة نحن مقدسون. مقدسون بمعنى مفرزون، مخصصون لله، زي ما يقول لنا بطرس في رسالته الأولى وصاح 2، بيتا روحيا كهنوتا مقدسا، وكمان يقول لهم وأما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء. لكن كيف يصل المسيح لتتميم مشيئة الله هذه؟ بتقديم جسد يسوع مرة واحدة. الله عايز يجيب أبناء، علشان كده اللي لازم يموت ويعمل الفداء لازم يكون هو ابن الله، زي ما المسيح بنفسه قال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. عايز أضيف شاهد يؤكد الكلام اللي قاله الأخ نحامية، إنه قصد الله أعظم من إنه يعالج مشكلة، لكن يعمل ما هو أعظم في رومية 8:29، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا. ولغاية كده كان يبقى كتر خير ربنا. احنا محتاجين ايه أكتر من كده؟ احنا نكون مبررين. لكن يقول والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فالبركات اللي حصلناها من إتمام هذه المشيئة أعظم بكتير جدا من ما كنا نحتاج إليه. البركات على مقاس الله مش على مقاس احتياجاتنا احنا. موضوع التقديس ده موضوع كبير قوي، ونقدر نتتبعه في أجزاء كثيرة جدا من الوحي، لكن إذا أردت أن أخذ أكبر العناوين فأقول إن هناك تقديس شرعي كل المؤمنين تمتعوا به، هناك تقديس عملي علينا نحن أن نسهر على حالتنا ونجريه،
وأخيرا هناك التقديس النهائي. التقديس الشرعي مذكور هنا، مذكور في عدد كثيرة لكن هنا واضح قوي، فبهذه المشيئة نحن مقدسون. بعد كده حيقول بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. يبقى إذن ده حاجة تمتع به كل أولاد الله. قبل كده في عبرانيين 12 لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فنحن تقدسنا، حصلنا على قدس المسيح، صار لنا من الله حكمة وبرا قداسة، والحاجة الثالثة وقداسة وفداء. ده التقديس الشرعي اللي تمتعنا به بمجرد ما أمننا بالمسيح. تقبل إلى المسيح يصبح المسيح قداستك، تصبح مقدسا بمشيئة الله وعمل المسيح. طبعا ده لا يتعارض مع القداسة العملية اللي قال عنها القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. طبعا في وصاية نعمة بتساعدنا على القداسة دي، اللي هي مثلا كلمة الله، قدسهم في حقك كلامك هو حق. أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، التقديس العملي اللي مكتوب مثلا في أفسس 5 عن المسيح، أحب الكنيسة أسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. التقديس النهائي ده اللي حنوصل ليه 100% كمال التقديس عندما يأتي المسيح، عندما نكون مثله لأننا سنراه كما هو، أو بلغة أفسس 5 يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن ولا شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. يبقى إذن احنا استمتعنا بنوع من التقديس على حساب عمل المسيح، أخذناه بالنعمة بالمجان بمجرد ما أمننا بالمسيح. ثم هناك السهر على حالتنا العملية إن احنا نتقدس، ولو أهملنا في ذلك هناك التأديب من الآب لكي نشترك في قداسته، ويعزينا أنه عن قريب سنصل إلى القداسة الكاملة. الترتيلة الجميلة بتقول إثر الخطايا ينمحي والشر سيغيب. هنوصل للقداسة الكاملة في النهار الأبدي أساكن الحبيب. بخصوص التقديس العملي اللي حضرتك ذكرته، أيوه، يؤكد أنه كل امتياز قدامه مسؤولية. صحيح. أنه مش بس خلانا مستوري الخطايا أو نجانا من العذاب الأبدي، لا، ده فرزنا وخصصنا ليه. أيوه. وده امتياز عظيم جدا أن احنا نكون ملكه ليه، مخصصين ليه. لكن عايز أقول حتى على المسؤولية دي، أن نطبق الأمر ده بصورة عملية، أن احنا نكون أمنا ونعيش للرب، إن دي هتيجي بطيب خاطر. أي مسؤولية بتتحط على عاتق أي إنسان ممكن يعملها في وقت على مضض أو يمل منها، لكن إنه يعيش المؤمن بتكريس حقيقي للمسيح اللي أحبه ومات لأجله، بيعملها بمنتهى الحب. إن كان واحد قد مات من أجل الجميع، فالجميع إذن ماتوا لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. وده اللي بيخلي التكريس المسيحي متميز، إنه مش بالأمر، ده مش فرض، لكن ده بطيب خاطر وبمحبة حقيقية ندي حياتنا طاقتنا كل ما لنا كل أمانينا إن المسيح يكون هو كل شيء في الحياة، يتعظم في كل صغيرة وكبيرة من أولها لآخرها. يعني ما تمتعنا به ليس معنى ذلك أننا نقابله بالإهمال. واللي بيقولوا ان بتعلموا بالنعمة والنعمة قد تقود الى التسيب، في الحقيقة الله اخترنا لنكون قديسين، فالقداسة شيء جوهري واساسي في المسيحية، بحيث ان الذي يعيش في الخطية ويستمر الخطية يشك اصلا في ايمانه. احنا بنقول عليه انه مش مؤمن، كيف يعيش الاحياء في الخطية؟ نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ برضو في نهاية الآية دي يقول بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. أي. قال قبل كده المطهرون مرة، ودي هنا مرة واحدة، وبعد شوية هيقول بقربان، لأنه بقربان واحد قد أكمل وإلى الأبد، أكمل إلى الأبد المقدسين. صحيح. التركيز على
عدم تكرار ذبيحة المسيح، كفاية ذبيحة المسيح جوهر ولب الرسالة إلى العبرانيين. الحقيقة الملاحظ إن مش بس التكرار في تقديم الذبائح، لكن التعدد في أنواع الذبائح. التكرار انتهى لما المسيح أكمل العمل بذبيحة نفسه ودخل إلى الأقداس بدم نفسه فوجد فداء أبديا. لكن في ذبيحة المسيح نرى كل الذبائح المتنوعة متمثلة في تقديم المسيح نفسه مرة واحدة. ونشوف المحرقة، نشوف فيها طاعة المسيح، نشوف فيها قداسة المسيح، نشوف فيها تكريس المسيح وتفانيه في أن يفعل مشيئة الله الذي أرسله. في قربان الدقيق نرى طهارة المسيح، نقاوة حياته، ونرى كمالاته اللي تصاعدت أمام أنف الله، يعني من خلال أفكاره وكلامه وأعماله كان كل وقود رائحة سرور للرب. في ذبيحة السلامة شفنا إزاي المسيح كان هو اللي خد إيدينا وحطها في إيد الله، وهو إذ قد تبررنا بالإيمان بالمسيح صار لنا سلام مع الله. وفي ذبيحة الخطية والإسم نشوف إزاي المسيح شال خطايانا والرب وضع عليه إثم جميعنا، لكن كمان إزاي عوض الله بما لا يقاس عن كل شرنا وتعدينا على حقوقه. فالكل اجتمع والكل اكتمل في ذبيحة المسيح. عزيزي المشاهد، جاء المسيح إلى الأرض ليتمم مشيئة الله في أنه يغيرك وأنه يعمل منك إنسان جديد مختلف تماما، وهو على استعداد أن يفعل ذلك اليوم. أشكركم على وقتكم معنا في الاستوديو، وأستودعك لنعمة الله إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب، والرب معك.